يعيش حريته، يعني ما غتسوقش لبنادم، ممكن تشوف الراي ديالك انت، يعني داكشي اللي غتتبع الطريق الزوينه ديالك. في المغرب غتبع عندنا حريه اكثر في الكحول، واش انت مع ولا ضد؟ كل سي بيرسوناليتي، يعني كل حر في راسو، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، غير حنايا في المغرب بنادم ما كيدخلش تقاسه، بنادم كيبغي يدخل في الاخر. الا بغيتي دير شي خاصك تملص من الهويه الاسلاميه ديالك وتتبع شي شريعه اخرى. حنا كشعب مسلم كونتر هاد اللعيبات، مادام قلنا انت تشرب قلنا انت الزنا وقلنا نحويج اخرين، ما غاتبقاش في دوله اسلاميه، تولي دوله اسلاميه بالسميه وصافي. لا انا ضد التشغيل ديال الكحول، الكحول غتؤدي لبزاف د المشاكل، تقدر تؤدي لجرائم، القتل، الاغتصاب، بزاف د الحوايج. انا الا كانت شي حاجه نكون معاها بحال الرياضه جو سي كونتر، باسكو ماروك ديجا سي ان بيي كي اسلاميك، دونك اي دوا غاردي ستا كولتور، اي فيو l'islam a toujours condamné l'alcool. Sur ce, je suis contre à 100% que l'alcool soit légalisé au Maroc. انا ضدهم، ضد الكحول. دولة اسلامية ما خصهمش يديروا فيها الكحول كاع بصفة عامة. بحال اوروبا واه الكحول، ولكن هذه دولة اسلامية. شنو زعما برأيك انت تولي عندنا تولي عند هذوك الناس اللي كيشربوا حرية أكثر أنهم يشربوا عادي؟ لا ضد أنا في هذا الشيء كامل. تقدر دابا بحال هكا كان حريه ديري كحول، تقدر مورات تولي عندك حريه تقدر تقتل، انت عندك حريه تقدر ترتكب جريمه، تقدر بزاف د الحوايج. كل واحد يعيش حريته، يعني ما غتسوقش بنادم، ممكن تشوف الراي ديالك انت، يعني داكشي اللي غتتبع الطريق الزوينه ديالك. جو سوي افيك، مي كاين البلايصو ماشي زعما في نابورت كيل فين ما مشيتي تشرب، يعني كاين بلاص فين تشرب. بالعكس انا انهم يزيدوا يزايروا داكشي، باش ما تبقاش تلاقي واحد السكر العلاني هادي يشدوا يضربوها بالشهر هادي. خاص الحالة ديال السكر يتشدد عليها القانون. اللي كيبيعوا الكحول هما دوك الناس الكبار، باغيين ينصبوا على عباد الله باش يبقاو يبيعوا الكحول. هذا هو المهم. وسبب الحوادث ديال السير هو الخمر. الإنسان كيتم غادي ما عاقش على راسو، ما عارفش راسو بأنه تبعوا والديه وتبعوا ولادو. كيبقى حرية شخصية، ولكن باش تفرض على أنه تولي هذا لو الكولدو كيسكر يقول لي لا وافق لي القانون على هذا الشيء، كونتر هاد اللعيبة. شرب بينك وبين راسك، ما تسكرش بشكل عام ولا تخرج من البار وهذا. ماشي كل جا كل واحد يدير اللي بغى راه بقى قانون في هاد البلاد. لا جا كل واحد يدير اللي بغى.